صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قرأت مقالا سماه صاحبه لطف الله بالخلق، قرر فيه كاتبه أن أهل السنة هم أقرب الطوائف إلى الحق، ونسب هذه المقالة إلى فضيلتكم، وقد حصل إشكال في ذلك، فهل هذا صحيح؟ أهل السنة هم أهل الحق، ما هو أقرب الناس إلى الحق، هم أهل الحق. أهل السنة هم أهل الحق. وإذا كان إنه واجد لي كلام مكتوب في هذا يجيبه يشوفه، أما مجرد ينسب للشخص شيء من غير تثبيت هذا لا يجوز. أهل السنة هم أهل الحق، ما هو أقرب إلى الحق. نعم.